تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب المزعوم على نظام أردوغان، فيما طردت تركيا تحت حكم سلطوي استغل المحاولة في ترسيخ دعائم حكم الدكتاتورية وتصفية المعارضة، بينما حصد الأتراك مزيدا من تدني مستوى المعيشة مع التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية بالبلاد. المزيد في سياق التقرير التالي. بمزيد من التسلط والديكتاتورية وانهيار في الاقتصاد وتدهور في العملة الوطنية، يحيي نظام أردوغان الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب المزعوم على حكمه. وبحسب الاستخبارات الغربية والمعارضة، فإن أردوغان هو من دبر تلك المحاولة من أجل تصفية خصومه. Wählen die CIA alle westlichen Nachrichtendienste, sehen nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die UN-Anhänger? Das ist der bequemste Weg, ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Wenn man auf die Machtplatz ist zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen. 3 أعوام مرت على تلك الليلة التي استيقظ فيها الأتراك في منتصف يوليو عام 2016 على أصوات الرصاص وأزيز الطائرات في أجواء البلاد، وخروج رئيسهم مذعورا عبر تطبيق على أجهزة المحمول يتحدث عن انقلاب على أركان حكمه ويطالبهم بالنزول للشوارع لصد المحاولة الانقلابية. نزل الأتراك ليلتها إلى الشوارع يظنون أنهم يحمون الديمقراطية ويصونون أركان الدولة، ولم يعلموا أنها محاولة من الدكتاتور لتثبيت دعائم حكمه بالانقلاب على كل مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لتعيش تركيا منذ هذا التاريخ وإلى اليوم في سلسلة من التوترات السياسية التي جعلت حالة عدم الاستقرار هي أهم ملمح للوضع بالداخل، خاصة في ضوء غياب الأمن وتراجع أداء الاقتصاد والعنف الداخلي. وعلى الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي مكنت أردوغان من الإمساك بمفاصل البلاد بعد أن عدل الدستور واستولى على السلطات وسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على مجمل المسرح السياسي، إلى أنه أخفق في تحقيق توافق سياسي داخلي أو إنجاز تنمية اقتصادية تساعد على استقرار نسبي أو إتاحة فرصة للتعددية السياسية. وبات الأتراك يشكون من تآكل القدرة الاقتصادية في ضوء التراجع الملحوظ للمؤشرات الاقتصادية بالبلاد وانحصار الاستثمارات الأجنبية وتدهور قيمة الليرة التركية وارتفاع الديون ونسبة التضخم، في ظل سعي أردوغان نحو إخضاع المؤسسات الاقتصادية ومن بينها البنك المركزي لسلطته، وتحولت الدولة التركية إلى سجن كبير لمعارضي أردوغان الذين زج بهم في المعتقلات وفصلهم من أعمالهم وانتهك كل القيم وحقوق الإنسان من أجل بقائه في الحكم ولو على دماء وأشلاء شعبه.